كابتن احمد ناجي، قبل الفاصل سالتك بسام هو حارس مرمى سيراميكا ومن الحراس المحترمين طبعا الممتازين، لسه حارس النادي الاهلي، كلام عن الشناوي، كلام عن مصطفى شوبير. قول لي بقى بالمميزات هنا، المميزات هنا اللي ممكن يبقى عنده مشكله غياب مصطفى شوبير عن لعب مباريات مش قليله، لو لعب ممكن يبقى فيها هزه. محمد شناوي الاصابه اللي جات له في الماتش اللي فات، بسام على اساس انه مستمر على طول ممكن تكون ثقته اكبر، عايزك تشرح للناس. لا يعني بص، الشناوي ومصطفى مقدمين اوراق اعتمادهم بكل التفاصيل اللي هي ايه والكلام اللي بين السطور. يعني تقول لي مصطفى شوبير بقى له فتره ما بيلعبش، ده لاعب نهائي افريقيا هو بقى له سنتين ما بيلعبش. فما عندناش مشكله في ثباته وفي هدوءه وفي تصرفه في خلال الجيم، ما عندناش مشكله. تقول لي الشناوي ده حارس مصر بقى له اكتر من 10 سنين من روسيا 2018 كاس العالم. كاس العالم 2018. عندي انطباع دايما ان كاس العالم 2019 2018 ست سنين، يعني حارس الاول لمصر. صحيح. ما عندناش اي شك في هدوءه وثباته وكل الحاجات، يعني الاثنين عندهم مواصفات. اعمل ورقه كده ولخفنهم في بعض واختار واحده، ما تقلقش اللي يلعب يلعب. ياه. والله مفيش مشكله خالص. يعني كنا بن يعني قبل تجربه مصطفى في البطولات الكبيره اللي لعبها، كنا بنقول ممكن لا مصطفى ما يقدرش. صحيح. لسه اخضر، الاهلي محتاج حارس مرمى وفضلنا في القصه دي كتير، وانا كنت بقول دايما ولا محتاجين حاجه ولا محتاجين حد، فما فيش عندنا مشكله. كابتن مش قلقان انت ده يلعب او ده يلعب؟ كابتن شناوي مصطفى. طب قول لي مميزات شناوي، مميزات مصطفى، عيوب شناوي، عيوب مصطفى. لا احنا هنطلع نقول عيوب وعيالنا. طب بلاش مميزات. بلاش قول لي مميزات. لا كلها بعدين ما عندهمش عيوب، يعني انا بصراحه يعني مش شايف ليهم عيوب. كل الحاجات اللي مطلوبه في حارس المرمى في كره القدم الحديثه موجوده عنده. يعني الاشتراك في الخطه وتنفيذ طلبات المدرب من حيث تنفيذ خطته في بنايه لعب او في لعب طويل ولعب على الكره الثانيه او في لعب على الجناب واستحواذ على الكره في جنب من الجناب عشان تجميع لعب عشان تغيير اتجاهات اللعب. كلها حافظينها وكلها يعني المفروض ان دول متمرسين سنين طويله. جميل. في 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 فرق مختلفه وفي بطولات مختلفه. ايه اللي تخاف على الشناوي ومصطفى شوبير منه بكره؟ انا من دول حراس ما يتخافش عليهم. اصل انت بتسالني، بس في نقط يا كابتن، بتسالني اسئله بتسالني اسئله انا عندي اجابات. ما عنديش اجابات غير ان انا اقول لك انا ما اخافش عليهم. يعني اللي عنده حراس زي الشناوي ومصطفى وحمزه طبعا ومخلوف واخرين في قطاع الناشئين، مش عايز اقول اسم ولا اثنين عشان العيال يزعلوا. لكن فما عندناش مشكله. حراس المرمى في النادي الاهلي قول 15 سنه والله. عندك جيل واحد طبعا. يعني انا كنت قلت ادوني سنه عشان اجهز المدربين في الاول. والمدربين شغلهم مش سيستم فلا زي ما بيقولوا بقى ايه، المكنه بدات تطلع قماش فعلا. الحمد لله. كم حارس موجود في يعني مش اقل من 5 6 فعلا مميزين. اعمارهم كام يا كابتن احمد؟ طبعا سيبك من البراعم، دول معجزات. يعني انا بحب اكيف نفسي واروق، انزل اتفرج على البراعم. هتشوف بقى حاجات، دول بقى اللي هيطلع منهم حراس للنادي الاهلي. لان دول من 2010 و2012 و2013 و2014 و15، حتى في عندنا فرقتين اسمهم التجهيزي اللي هم قبل المسابقات. حلو. 18 و19 لان حد عنده 18 و19 بتتكلم بخمس سنين. خمس سنين وست سنين وحاجات فعلا تشرح القلب. يعني المواهب موجوده. موجوده. فبتطمن الناس كلها على مستقبل حراسه المرمى. ما فيش مشكله خالص خالص. طيب ان شاء الله نروح على بسام. اهم ما يميز بسام، بسام حارس كويس طبعا لكنه شويه في الضغوط بيشيل هم الماتش. لكنه لو المباراه بدات بتالق في كوره او كده فتلاقيه ياخد الثقه. بالظبط. نعم. لكن لو يعني اخطاه بتاثر عليه. انا اشتغلت معاه سنتين تقريبا. فدايما كانت في السيراميكا. سيراميكا. ايوه صح. مع احمد سامي. بالظبط.